طبعا من الشخصيات المعروفه جدا في الوسط الفني وفي الوسط الكروي لحبه الشديد للرياضه ولكره القدم ايضا الاستاذ محمد العدل، وهو حبيبي من محبي النادي الاهلي والكابتن عبد العزيز عبد الشافي. استاذ محمد مساء الخير. اولا مساء الخير يا كابتن تيتو، مساء الفل يا حاج محمد، ازيك يا حبيبي؟ مساء الخير عليكم الله يخليك. اعداء بيكم، بس بمناسبه صلاح رائع من شويه وكابتن ده، بس بمناسبه صلاح لان جبت سيرته. طبعا انا مش متعود اعمل دخلات البتاعه، لكن الكابتن تيتو ده استثناء الاستثناء. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. لا بجد يعني انت رجل، يعني طلعنا اتفرجنا عليك لعيب واتفرجنا عليك في كل المناصب اللي موجوده، فاحنا دائما بنسعد بيك. وطبعا المنصب الجديد اللي انت خدته ده اضافه لينا كجمهور، ان يبقى عندنا في النادي الاهلي اول خطوه بهذا الشكل. ان شاء الله ربنا يقدرنا حبيبي، ان شاء الله بيكوا باللي انتوا بتعملوه، وبتمنى على الجمهور اللي بيشوفنا ارجوهم يعني الجمهور يبقى جمهور، ومدير فني يبقى مدير فني، واللعيب يبقى لعيب، كل واحد يعمل دوره، لان انا دوري لا يقل عن المدير الفني في التشجيع، لكن مش في ان انتقد وانقد وهاجم، لان احنا طول عمرنا دورنا كان طول عمرنا جمهور مشجع ومؤيد ومؤازر في كل الاوقات، مع صعودنا العالي ومع لو في اي اخفاقات احنا الجمهور يظل جمهور. ده كلام مظبوط، على كل الجمهور. طبعا بتمنى قناه الاهلي كل تقدم وازدهار، واتمنى ليكم كلكم طبعا على راس المنظومه الكابتن محمود الخطيب، يعني بتمنى كل التوفيق والنجاح ليكم كلكم، واحنا تحت امر النادي الاهلي في اي حاجه تخطر في بالنا. استاذ محمد العدل، ايه السمات في شخصيه وفي طريقه تصرفات وتعامل الكابتن زيزو مع المجتمع بشكل عام ومع الاعلام الرياضي مع كل وسائل الاعلام في العمل العام اللي هو بيتولاه سواء داخل او خارج النادي الاهلي في اي مرحله؟ السمات اللي بتشوفها في شخصيته اللي بتتمنى انها تبقى تعمم في الوسط الرياضي وعند كل الناس سواء مسؤولين او لاعبين او اعلاميين رياضيين. كابتن زيزو ادبا واحتراما واخلاقا وتنظيم في الفكر وفي الراس وهو بيتكلم، الدماغ المرتبه جدا، الحب المطلق للنادي الاهلي، وده شيء لابد ان نعترف به انه النادي الاهلي عنده ينطبق عليه القول بتاع الاهلي فوق الجميع، فهو فعلا بيطبق ده بكل حذافيره. كابتن زيزو من الشخصيات اللي تسعد انك عرفتها. الله يخليك. يعني انا من الناس اللي هو في يعني في تاريخي اقول انا عرفت الكابتن زيزو. الله يخليك. ده شيء سعيد ويسعد، ربنا يخليك لينا يا كابتن زيزو. ربنا يبارك فيك، وانا يشرفني يا استاذ محمد والله. وتدينا كل ما يسعدنا كجمهور وكاعضاء في النادي امين يا رب. وكاهلاويه. ربنا يبارك فيك. اشكرك جدا استاذ محمد العدل، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في الحوار.